انا شخصيا لا، لان ما يعني اذا رحت للراهبات واذا رحت انا اختار المستشفيات اللي براس احر، اوكي اروح اللي هناك. بالنسبه لي شخصيا التعامل حلو، وما فد يوم شفت من عندهم فد شيء يعني تعبان لو فد شيء. يعني انا قبل كم يوم صارت عندنا حاله مرات خالي يعني، رحنا الكندي، اما اهتموا بها ذاك الاهتمام. الكادر الطبي الصغير اللي بعمرنا ده يشتغلون شغل مال دكاتره الكبار واحسن، وهذا هو. المستشفيات اللي دا يصير بيها الدعايات اللي دا تطلع على اساس اللي مثلا اللي ما بي كورونا دا يخلون بيه على اساس المرض مالته، او دا يزيدون المرض مالته ودا يزيدون الحالات. بس انت تعرف يعني اللي يخاف الله شكل واللي ما يخاف الله شكل، وبين الصدق والكذب اربع اصابع. لحد هسه احنا ما شايفين شيء. اذا نحكي كوادر طبيه او الكادر التمريضي فدا يأدون عليهم واكثر، اما كشغلات اداريه فاكو تقصير يعني كشيء اداري، بس ككوادر مأدين عليهم واكثر من اللازم بالشيء الموجود. يعني دا يكون العمل بالشيء الموجود، هذا واقع، هذا واقع المستشفيات واقع يعني، هذا الشيء الموجود ماكو بديل ثاني. يعني قلت لك اللي دا يتقدم بالمستشفيات ككوادر دا يسوون عليهم بالشيء الموجود بالامكانيات الموجوده. المستشفيات هو دا اقول لك هذا الواقع يعني، يعني ماكو شيء بديل، ماكو شيء مثلا تقدر انت ما عندك خيارات، هذا قصدي. ما فقدت الثقه لان الاعداد، بس بالنسبه كحكومه انا فقدت الثقه بها لان ما موفر المعطيات للصحه بحيث تتحمل هيك اعداد. يعني كاعداد هسه عندنا خريجين ما متعينين ومحتاجين بوزاره الصحه موظفين، مثل ذاك اليوم طلع اللقاء قالوا مستشفى يمكن ما ادري الحسين التعليمي، قالوا ثلاث طوابق كل طابق عليه موظفين. يعني على شو يتحمل موظفين على طابق واحد؟ شنو؟ انا اشوفه عال بالنسبه للاعداد وهذا التحمل عال.